أهلا بكم. حدائق التراث العربي، برنامجكم الثقافي على أثير إذاعة بحر الأبيض المتوسط الدولية، رافقكم طيلة ستة مواسم رمضانية سابقة، ويعود اليوم موعدا أسبوعيا لنفس الجولة في الكتب والمضاني التراثية العربية، نختار منها ما خف على النفس وصادف المتعة والإفادة، نبتغيها كما ابتغيناها دائما فسحة في صفحات هذه الكتب التراثية لتعريفها وتقديمها إلى المتلقي العربي. حدائق التراث العربي على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية مع شكر البكري كل يوم جمعة بعد نشرة 10 مساء مع إعادة البث يوم الأحد في 1 صباحا. شكرا لوفائكم.